الأندلس فتحت في العام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها اختلف المؤرخون في سبب التسمية بالأندلس، فبعضهم قال إن هذا يرجع لأحد أحفاد نوح عليه السلام، وهو الأندلس ابن طوبال ابن يافث ابن نوح عليه السلام، فقالوا إن أندلس نزل إلى هذه الجزر هذه الجزيرة فسميت باسمه الأندلس. وقيل بل لقبائل كانت تسكن في هذه الجزيرة أو هذه الجزر تسمى أندلش، ثم عرب الاسم إلى أندلس، أو قبائل تسمى فندلس أو فندال ثم عرب الاسم إلى الأندلس. لكن الأندلس هو الاسم القديم كما قلت لبرتغال الآن، معظم البرتغال والكثير من